طيب السادة المشاهدين، علشان طبعا حضراتكم اكيد دلوقتي عايزين تعرفوا من قلب الحدث ومن قلب الحدث وحقوق الطبع لدينا وبس، يعني ايه سمبوسه فسيخ؟ مقاديرها فسيخ متفسخ واخد زيت زيتون وعصير ليمون، هنشربله مع بعض دلوقتي، وعجينه السمبوسه ومعلقتين دقيق يا عم كريم متدوبين في شويه ميه وبس، وشويه حب، شويه ابتكار، شويه ابداع. هو فعلا الطبخ ابتكار وابداع، هو ده هي طبعا. له قانون وله دستور ولا تعرف، مش صحيح. محتاج انك تحط بقى ايه واحد واحد بيساوي اتنين فيه، لا خالص. انت بتحب كل واحد وشطارته وريحه نفسه في الاكل. حلو. كل واحد لما بيقدر يعمل الطريقه المختلفه بتاعته. حلو. المميزه بتاعته. يعني احنا عندنا في شغلنا في التقارير يقول لك ناخد الزاويه المختلفه في الفيتشر بتاعنا. الاكل كمان كده، مين بقى اللي يعرف يجيب الاكل بطريقه مختلفه؟ حلو. بزاويه مختلفه. السمبوسك بقى دي الطريقه المختلفه بتاعت الشيف مغازي. الله عليك. لما انا قلت المذيع من نوع خاص بين معايا حاجه، يعني تقدر تجيب الصوره بزاويه مختلفه تعبر عن الحدث. طبعا هو ده الاختلاف. هو ده الابتكار. يعني هو ده الابداع. يعني كمان المصور في انه ياخد صوره حلوه. اكيد طبعا اكيد. لكن كمان تناول الزاويه في الفكره، ازاي نعرض الفكره في حد ذاتها. زي ما انت كده حضرتك بتتكلم على الفسيخ والرنجه، مش كل مره هناكلهم فسيخ ورنجه، لكن ازاي ناكل الفسيخ والرنجه. الله، هو ده المختلف. انك تغير من الطريقه نفسها. اكيد طبعا. هو ده اللي هيشد الناس، بدل ما كل مره هنتعود على نفس الحاجه. فسيخ زيت زيتون ولا طب ايه ويلا وبصل. طب انا اخدها في سمبوسه كده وتقربش تحت سناني نجرب وناخد الطعم ونشوف. يا سلام حبيبي. يلا بينا نشوف مع السادة المشاهدين. معايا فسيخ اهوت، وانا شخصيا مش بحب الفسيخ الكريم والله. والله ولا انا، والله انا بحب الصراحة. الفسيخ ولا الرنجة. ده فسيخ اهو، دي فسيخ احنا مقطعينه طبعا جاهز، بس انا حابب واحده كده عشان المصداقيه ومن قلب الحدث تبقى. صحيح. الصوره بتاعنا يعني اللي بنتكلم ده الفسيخ اهوت، ومعانا عجينه سمبوسه وشويه دقيق مقلبينهم في شويه ميه كده وخلص الكلام. حلو قوي. وحبتين زيتون واخد الشرايح بتاعتهم اللي هو الزيتون، شلت النوايا منه ورقتين نعناع اخضر هندخله فيه دلوقتي ونشوفها مع بعض هنعملها ازاي. يلا انا عايزك يعني ايه تشوف الموضوع ده كده عشان انت ليك برضه بحب اتفرج قوي موقف معايا وتشاركني وتسالني. السؤال المعتاد دايما بنساله لضيوفنا هنا استاذ كريم، بما انك بتكون مشغول دايما لتغطيات خارجيه، بتحب تتعزم ولا تعزم في الشهر الكريم؟ والله انا الاثنين بصراحه. انا اي حاجه متعلقه بالاكل بحبها، انا من عشاق الاكل. يعني انا واحد من الناس مثلا، انا واصحابي عندنا مبدا كده في الحياه، في ناس بتحب ايه تاكل عشان تعيش عشان تمشي يومها، احنا بنحب يعني ناكل، بنعيش عشان ناكل. في كده الاكل ليه متعه خاصه. حلو. مذاق خاص كده، يعني حاجه بتفرز السعاده بالنسبه لنا. لما ابقى متضايق اكل، ولما ببقى فرحان كده كده الاكل بيرفع هرمون السعاده. ده حقيقه. أيوه. انا بالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا. لكن بصراحه في قصه العزومات الاثنين. يعني انا دايما عندي كده حاجه في حياتي من وانا صغير ماما معوداني عليها. حلو. انه لازم نتجمع في رمضان سواء العيله او الصحاب. ده دي عادات فينا الدول العربيه والمصريين. لكن الصحاب كمان بيبقى ليها طعم خاص. حل. يعني بجمع صحابي وعشره العمر دايما كل رمضان، متعودين بقالنا سنين طويله. آه. نقعد نتجمع مع بعض عندنا. في البيت. ايوه. وناكل بقى. واحلى حاجه بعد الاكل نقعد بعد ما ناكل سوا. كريم بيحب ياكل ايه من ايد بقى والدته اول ايام الشهر الكريم؟ احنا ما عندناش حاجه معينه اول يوم شهر رمضان. يعني شهر رمضان غالبا متعودين دايما المصريين لما بنزل اتكلم معاهم ورق العنب دايما اول يوم. احنا بالنسبه لنا في البيت مفيش حاجه معينه، يعني مفيش حاجه. لكن يمكن عشان انا برضو في البيت عندي في اصول مش مصريه. يعني انا جدتي اساسا مش مصريه. جدتي اساسا فلسطينيه. فعندهم كده يعني اكلات مميزه ومختلفه. وحقيقي بحبها جدا. مسخن والكنافه النابلسيه ده حاجات شاميه. المقلوبه. المقلوبه في زي المقلوبه. المقلوبه دي مهمه جدا. قول لي يا عم كريم سماها مقلوبه ليه؟ بيقلبوها؟ العب الرز والفراخ وهو تتقلب على طول اسمها مقلوبه. عم كريم انت ما حصلكش موقف كده بره وانت بتغطي حدث من الاحداث؟ موقف يعني ايه مش ما تنساهوش، يعني الشيف يتكلم معاك، اي حد يتكلم معاك انت ما تنساهوش. بص، في مواقف كتير بصراحه بتحصل بره، يعني يمكن تواجدنا في الشارع بيخلينا نتعامل مع كل العقليات وبنتعامل في كل الاحداث باختلافها. حل. لكن من الحاجات اللي انا عمري ما هنساها ودايما بتاثر فيها يعني تواجدي في العريش الحقيقه وفي سينا. يعني انا حضرت يمكن فتره العريش ما قبل التعامل مع الارهاب وبعد التخلص منه. حلو. بصراحه التعامل مع الناس بقى في الشارع، المصريين ضد العنف ضد الظلم، قد ايه الناس اللي هناك مستعده تضحي سواء جنودنا او حتى الناس طبعاً اللي عايشين هناك. الجيش والجنود حقيقي حقيقي يستحقوا كل تحيه وتقدير، ويستحقوا كمان ان احنا يعني بالذات الاهالي اللي هناك اللي ساعدوا الجيش والشرطه هناك يستحقوا ان احنا نعمل لهم تمثال. يعني طبعاً الناس دي واحد بيضحي بروحه بيضحي طبعا يعني وتقعد تتكلم معاهم تحس بقى قد ايه هم مستعدين فعلا يعملوا ده عشان بلدهم. في كده ذكريات لا تنسى هناك في العالم. واحنا بفرصه عظيمه بانك انت معانا وشاركت، عايزين نحيي كل اهالي سينا وابطال سينا
والناس حقيقي. الطيبين اللي في سينا وفي عريش حقيقي. الناس الطيبين اللي يستحقوا كل التحيه والتقدير بالفعل ابطال حقيقي. حقيقي. ابطال ابطال فدي من الحاجات اللي لا يمكن تنسى ابدا 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 يمكن كمان الحاجات المميزه جدا كانت تغطيه مصر والقناه الاولى للكوب 27 كوب 27 كانت برضو ليها حالة خاصة ومميزة يمكن عشان احنا دايما القناة الأولى حقيقي كان ليها تفرد في التعامل في اللقاءات المختلفة حقيقي كانت من التغطيات المميزة جدا 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 كوب 27 في مصداقية في كل الحدث شغلنا في الشارع ما ينفعش بقاش فيه مصداقية لأنه لازم الصورة تطابق ايه الكلام اللي احنا بنقوله طبيعي لانه مش هينفع انا اصور دلوقتي رنجه واقول اصل ده بنيه مظبوط مش هينفع ولا اقول اصل معلش احنا ما ذبحناش فراخ النهارده وانا قاعد بص شوف المصداقيه ان انا قطعت الفسيخ وخليت واحده سليمه اقطعها قدام المشاهد صح ممكن مصدقية. ممكن مثلا يقول لك ده مش فسيخ اهو فسيخ على عينك يا تاجر على عينك يا تاجر بس انا عشان مش بحبه فمش جايب السمكه سليمه يعني انا كويس المساعدين بتوع انا كمان ما بحبوش انا كمان ما بحبوش طيب احنا نتكلم بقى عن الفسيخ انا قطعته وتبلته بزيت زيتون الله وعصرة ليمون وزيت قليل لانه هيتقلي بس مش هياخد زيت بس انا هحمي ان اشيله الزيت من القليل وحطيت طبعا شرايح زيتون وشويه نعناع اخضر واحط للامانه كمان كده عليه روق البصل الاخضر شوف التركايه بقى الجميله دي كده يعني انت بتاكل في شريحه السمبوسه كل الله. حاجه ده بصل احنا جمعنا كل مكونات جوه السمبوسه واللي احنا متعودين عليها بره حطيناها كله في مكان جوه واحد جوه الشكل الهرمي او الشكل المتوازي الاضلاع المثلث الحاجات دي في المطبخ بشكل عام بقى يا شيف يعني الناس برضو هل سهله بيبقى سهله على الناس اللي هتشتغل عليها ولا ممكن تبقى صعبه وتحس ان هي اصل ليها اقعد اعمل سمبوسك وبتاع ولا هي يعني ما فيش ما خدت وقت منك على عصجنا لحمه على النار ما فيش خالص اصل انا أصلاً مش بشتغل كتير في المطبخ انا احب انا عارف انا برضو دوري ان انا برضو ايه اديك شويه حاجات افكار حلوه قول لي كده افكار لان انا واحد من الناس اخش اقف جنبهم هم يطبخوا وانا اكل انت دورك في المطبخ الاكل اكل طبعا يعني لو دخلت المطبخ تاكل بس أكل. يمكن ليا بعض الحاجات الصغيره كده اللي احب اعملها انا كنت فتره شويه تخين شويه حلو فقررت ان اعمل نظام غذائي عشان اخس حلو فيعني اوقات الوقت بيبقى واخدنا في الشغل ماما بتبقى في الشغل كده فمضطر ان اعمل اكلي بنفسي حلو فاحلى بقى اكل على البخار ليه على البخار يعني في نعمل اكل هيلث كمان ما هو لازم الاكل على البخار يعني اكل صحي ما هو مش متعب انا احط صدور الفراخ والميه والبخار حلو بس خلاص والله ده ماشي هو ده الاكل الصحي ما انا كده اشطر هو كده فين الطبخ لا لا الطبخ ده هي بتتعامل التكنيك نفسه انك تحط صدور الفراخ وتحطها في مصفى وحمام بخار وحمام ميه دي شطاره موضوع بسيط جدا 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 وسهل ومش متعب وصحي جدا جدا بصراحه شوف الفسيخ لما شم ريحه البصل الاخضر تحس ان الروح طلعت فيه ده حقيقه ارتباط قوي انا ما بحبش ريحته بصراحه بس يعني هو كده يتاكل بص هو لغايه المرحله دي عايز العيش البلدي بتاعنا ده كده صحيح عشان الساده المشاهدين نوصل للمصداقيه بما معانا رجل ينقل المصداقيه من خلال الصوره الحلوه ينقل الصوره ده عيش بلدي وادي الفسيخ هو كده اكله مظبوط ولا صح ده المتعود عليه مع خس وجبن احنا في الشهر الكريم عايزين نربط ده بالايام المباركه طب يعملوا ايه بقى هياكلوا في شهر الكريم فسيخ ورنجه هيعطشوا قوي يا شيف لا ما لا هنعمل ايه في القصه دي هقول لحضرتك هو فكره مش انا مش مقتنع بالموضوع ده ان السمك يعطش والفسيخ والله. لا 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 خالص انت لما تاكلها بالشكل ده السبوسه ما هي عاده ادي العجينه متعودين احنا خلي بالك انه مع انه الفسيخ والرنجه والكلام ده مرتبطه اصلا بالميه بالميه ما هو هو عيد شم النسيم جاي منين القدماء المصريين المصريين القدماء لما جم بالنسبه لنا طبعا نهر النيل هو يعني شريان الحياه مظبوط فكانوا بيعملوا العيد ده بالذات علشان طبعا فكره بقى ايه بدايه فصل الربيع فاكتر حاجه مهمه بالنسبه لهم نهر النيل وايه اللي جوه النهر السمك السمك بس فيجوا بقى منه يعملوا خلطاتهم المختلفه فكانوا يجيبوه قبلها بشويه ويملحوه ويبتدي بقى يطلع منه الفسيخ والرنجه وهكذا كل الحاجات اللي فالموضوع كله متعلق بالميه اصلا شفت الجو ده كده بقى انا بس عشان ده عايز انا تعمل قلبان السمبوسه خدت بالك ده الحدث يعني ايه الحدث ده ايه الصوره دي المختلف عايز تنقله انت بطريقتك انت دخلت قلب الحدث شفت واحد مجنون اسمه الشيف المغازي لا بالعكس عامل لا باشا اتكلم يا باشا اللي هيشوفك دلوقتي هيقول لك الراجل ده مجنون ليه بالعكس ازاي يعمل سمبوسه بالفسيخ الفسيخ ده لازم اقعد افصص وازفر ايدي ده انا خليك زي الباشا كده قاعده بتاخد السمبوسايه ببقك خدت البصل الاخضر وخدت الزيتون هو الالذ يا شيف عارف حضرتك فكره الابتكار زي ما كنا بنقول في الاول حاجه مختلفه احنا اتعودنا كل مره بناكل الفسيخ والرنجه زي ما هي بناكلها كده نقطعها ونجيبها ونغمسها بالليمون ايه والبصل ومن قلب الحدث ايه الفكره بقى بص هنا بقى البصل الاخضر نقطع بقى قطعنا كده ايوه بص الفسيخ والرنجه بص التفاصيل وعليها الفلفل فسيخ. ده فلفل كمان صح بصل اخضر ده فلفل حار حار يا سلام وزيتون شايل النوايا منه حلو قطعه من الزيتون وسنه نعناع اخضر حلو وعصره زيت زيتون وعصره ليمون واو
وجلففها كده لفت سمبوسه دي تتحمر في الزيت بقى وتقرمش تاكل صوابعك وراها. الله. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جنان. مختلف. طعمه مختلف. فسيخ واتعمل سمبوسه، ده اللي ما سمعتش عنه. بصراحه ما سمعناش عنه قبل كده. وحاجه جديده كده ومختلفه. دول يكفوا العيله حلوين دول كفايه؟ حلوين. هو سؤال مهم جدا بالنسبه يكفوا ولا ما يكفوش ده انا على طول. صحابي يسالوني سؤال مهم قوي. انت بتطلع في التلفزيون يا عم قول لنا، بنقعد مع بعض على القهوه. الاكل بعد ما بيخلص في المطبخ هنا بيروح فين؟ مين بياكله يعني؟ مين بياكله؟ ده سؤال مهم قوي. كلهم بيسالوني نفس السؤال الحقيقه. قلت لهم انا ان شاء الله الشيف مغازي يجاوبكم. حبيبي ده سؤال حلو. كلنا بنقعد مع بعض وندوق الاكل. وكل فريق العمل ممكن ندوق الاكل، والبعض ممكن بيتاخد برضه للاخوه اللي هنا في الاستوديو بياكلوا عادي كده. طمعوا بقى هيقول لي وانت راجع دلوقتي هات معاك سمبوسه يا باشا نجربه. احلى تكاوي تاخده دلوقتي. ربنا يخليك. ربنا ادي السمبوسه في قلب الزيت. عايمه في الزيت طبيعي عادي. نقلي الفسيخ في جوه السمبوسه ما يحصلش حاجه. نقلي. بص احنا مش بنقلي فسيخ دلوقتي، احنا عايزين نترجم الحدث ده لواقع. احنا مش بنقلي فسيخ، دي عجينه سمبوسه حلو جواها جوه فسيخ بيتوابله بصل اخضر وزيت زيتون وعصير ليمون. يعني احنا يا دوبك بس بنحطها جوه بس يا دوبك بس في النار تقرمش بس بسيط. شفت يا عم كريم الاختراع ده؟ شكله والله حلو فعلا. شفت بالله عليك. بس انا كمان بحب تخيل انت بقى يعني المفاجاه وسعاده القلب وقلب الصغير لا يتحمل. دي تحت اسنانك كده وبتقطع يجي لك فسيخ تحت من سنانك. يعني ما تاكلش لضيوفك. هنا عامله سمبوسه النهارده يا ام حماده، عامله سمبوسه النهارده يا ام كريم. وتقعد بقى وانت بقى ايه فرق اللي يحبها هيتبسط. اللي يحب الفسيخ والرنجة هيتبسط. شفت كده. لكن اللي ما يحبهاش هيتخض. ما هو اول حاجه الوهله اللي هو انت تاخد الرياكشن بتاع وشه. ايوه صح. فسيخ جوه يقوم بقى واخد بالك انت ازاي من عملها بقى. ودي موسوعه وانا عايزك دول من قلب الحدث. شفنا الفسيخ بيتعمل سمبوسه. حقيقي يعني احنا النهارده شفنا حاجه مميزه. شفتنا حطيت ليمون في قلب الزيت. صح. هو ده بقى ما سالتنيش انت بقى كريم. ده عادي. ليه بقى؟ انا بنقل الحدث بتاع الزيت سابقا لحدث الفسيخ. ان الليمون هنا بيشيل الزفاره واللي بيبقى فيه شماخه للزيت جوه الزيت. جوه الزيت. يعني تحط الليمون جوه الزيت فيقلل الزفاره. وهي نفس الليمونه برزنتيشن للايه الف. ده هديه لحضرتك. يا نهار ابيض. تستاهل. يا نهار ابيض. لا تسلم ايدك. ده معاك وانت ماشي. تسلم ايدك. عرفت مين بياكل الاكل وهو ماشي؟ عرفت كده خلاص. الضيوف. الضيوف اللي بتيجي.